إيهاب، إحنا الاختبار النفسي هو عدة مواقف بقولها لك، وكل موقف ليه ردود أفعال تختار منها واحد على حسب ما أنت تختار. في وفي اختيارات الآخر ولا من عندنا؟ لا، بديك 3 احتمالات تختار منها واحد، وبعد لما بنخلص بنقول لك على ملامح شخصيتك من اختياراتك. موافق؟ نبدأ؟ يلا نبدأ. ذهبت لإحياء حفل أنت ومطرب آخر، فوجئت وأنت على المسرح بالجمهور يرفع صورة المطرب الآخر ويهتف له بشكل هستيري، هتتصرف إزاي؟ هتكمل غنى؟ هتعلن انسحابك؟ هتكلم الجمهور وتعاتبه بهدوء؟ لا، هكمل غنى. جالك سيناريو فيلم جيد جدا، لكن في الفيلم مشهد عاطفي ساخن جدا أصر عليه المخرج لأنه جزء من دراما الفيلم، هتعتذر عن الفيلم؟ هتعمله وتؤدي المشهد؟ هتحاول بكل الطرق تخفيف من سخونته؟ لا، ممكن اعتذر عن الفيلم، عشان انا لسه من شويه صغيرين كنت بتكلم عن نفس الموضوع، انه ما تتنازلش عن حاجه عشان هتيجي عليك انت في الاخر. محدش هيقول المخرج هو اللي اصر، محدش هيقول الناس اللي كتبت السيناريو هم اللي اصروا، كل حاجه هتتنسب ليا. بتفتح التلفزيون فوجئت بنولوجيست ينتقدك بصوره ساخره ازعجتك، تتصل بيه وتعنفه، تقفل التلفزيون، تحاول تدرس المناطق التي ينتقدك فيها. انا ممكن يكون ليا رد فعل تاني خالص غير الثلاثه دول، ان انا هتبسط وهضحك زي ما يعني كل الناس ممكن تضحك على الموضوع او تتبسط بيه. هتاخده يعني فان يعني. هاخدها كناحيه كوميديه عاديه جدا ممكن تحصل لاي حد، وانا بتفرج على ناس بتنتقد بعض الزملاء برضو بقعد اضحك وخلاص وعدت الموضوع. يعني يعني حاجه كويسه انه حد يخلي الناس تضحك. المهم ما يغلطش في شخصيه الواحد، او ما يقولش الفاظ مبتذله عليه او حاجه، ما يجرحش يعني. يؤدي الحركات بتاعته او الطريقه بتاعته في الغناء او كده بطريقه الكوميديه اللي هي بيبقى فيها الاوفر شويه، او يعني يزود الموضوع شويه يأفوره، وهضحك زي بقيه الناس عادي يعني اعديها. طلبت منك نانسي عجرم لحن اغنيه تغنيها، وفي نفس الوقت طلبت منك هيفاء وهبي نفس الطلب، مطلوب تختار مطربة واحدة فقط، تتصرف ازاي؟ تلحن لنانسي، تلحن لهيفاء، تعتذر للاثنين؟ هعمل اللحن لهيفاء عجرم. دخلت مع زوجتك احدى الحفلات، فوجئت بخطيبتك السابقه تتقدم منك تسلم عليك بحراره شديده، هتتصرف ازاي؟ تسلم عليها وانت مرتبك؟ تقدمها لزوجتك بابتسامه؟ تتجاهلها بنفس الحراره؟ لا، مش هتجاهل حد جاي بيسلم عليا مهما كان هو مين خالص، عمري ما هعمل كده حتى ولو كان عامل فيا ايه يعني. هتسلم عليها وانت مرتبك ولا هتقدمها لزوجتك بابتسامه؟ لا، هقدمها بابتسامه شديده جدا وعريضه جدا يعني عادي. دي قوه من ايهاب توفيق وشجاعه يستحق التحيه عليها. والله موقف عادي. ندى زوجتك تعاتبك لاهتمامك بالفن على حساب البيت، طلبت منك الاعتزال، هتتصرف ازاي؟ ترفض؟ تعتذر لها عن غيابك؟ توعدها ان تحقق التوازن بين الفن والبيت؟ اللي هي الاخيره، الواحد يوعد ان هو هيعمل توازن ما بين البيت والشغل يعني. تفتح احدى الجرائد اليوميه، فوجئت بحوار مع احد المطربين عنك به جمل بشعه، هتتصرف ازاي؟ تتصل به، تعتبر واحد من اعداء النجاح، تتصل بالجريده لتكتب لك اعتذار؟ هو انا الحمد لله لغايه النهارده ما حصلش معايا الموقف ده خالص. لا يعني اذا حصل ان الاقي حد من زمايلي بيتكلم عني بطريقه ما احبهاش، او طريقه فيها سخريه، او كلام ممكن يحاسب عليه القانون. اذا حصل هتصل بيه وعاتبه يعني. هسالك كذا سؤال ورا بعض، المطلوب الرد سريعا في كلمه وبدون تفكير. اسوأ عاده في شخصيتك؟ العند. اهم شيء تحرص عليه يوميا؟ أكيد بكلم في التليفون على طول. هل تفقد الذاكرة أحيانا؟ أكتر شيء ممكن تنساه؟ مفيش حاجة معينة بقدر يعني أركز إن هي على طول بتتنسي، لكن ممكن أرقام التليفونات مثلا ما بقدرش أحفظها بسهولة دلوقتي، ممكن يبقى عندي ميعاد وبتكلم عنه وبعدين فجأة أبص ألاقي كان في حاجة أنا عايز أعملها دلوقتي ونسيتها، بتحصل لي كتير. لو أحد أغضبك بتعمل إيه؟ بتجاهله بصراحة.
متى تشعر انك حزين جدا؟ لو تعبت في حاجه وما لقيتش الرد بتاع الفعل بتاعها، يعني بالحاجه اللي انا كنت متوقعها، بالشكل اللي انا كنت متوقعه. نسبه القلق في شخصيتك قد ايه؟ كبيره ولا قليله؟ متوسطه، لا زياده قوي ولا هي مش موجوده. بتخاف على صحتك ولا مهمل فيها؟ لا مهمل جدا. ازاي يعني؟ يعني اكتر حاجتين بيخلوا الواحد، او ثلاث حاجات بيخلوا الواحد تبقى صحته مستمره لفتره اطول بشكل جيد: النوم، وخصوصا النوم بالليل وفي اوقات منتظمه، والاكل بشكل منتظم واكل صحي، والرياضه. انا ما بعملش الثلاث حاجات دول خالص. عمري ما بنام في وقت مظبوط، عمري ما بنام فتره طويله، عمري ما بنام بالليل خالص. الاكل ساعة ما بفتكر ممكن اكل اي حاجه اللي هي بس تمشي الحياه كده يعني. والرياضه كسلان جدا. بعد الفاصل نتيجه الاختبار النفسي وملامح شخصيه ايهاب توفيق.